يو السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، معكم دريسي سي فيديو جديد او رياكشن جديده. المهم الاخوان الرياكشن جاتني على قفله، صافت لي الدري قال لي راه هشام الليلاح. انا الله شد من البحر صراحه ما زكع ما دوشت. المهم هشام الليلاح تراك سميتو شمكار ايغريك شمكار يوسف واقيلا يوسف 145 ولا كلاشي باينه 45 يوسف كيقولوا لي شمكار حيت كان كيضرب شحال هادي القابسه. هذا الشيء اللي قالوا لي الدري في كومونتير في الرياكشن تاعو. رومونتو عليكم لك حتى مره كتشوفنا انا كنهبط لتحت فرقع ديال ما سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون من اوائل كتشوف فيديو الدريسي وسي ما تخوش واحد لايك وشي كومونتير زوين وكيف ما العاده البابا سولي ولو. حومه خليناها لكم سير سيليسيون شتي قلت لكم الشمكار الموسخ فورما ديال الكيردون كتصرع لي الرجال قالك نادي حسي ما هي امي ما هي اختي ما هي مرتي غير هاري بوك لينا لها حلوة كيما غناكلوها لك في هاد البيت. هشام ما انت ماشي تاع هاد الشيء. هشام اختي ما هي مرتي غير هاري بوك لينا لها حلوة كيما غناكلوها لك. ما قادش تسمع السبان ما تدخلش لهاد الرياكسيون اللهم اني قد بلغت. اما نزار يطلعنا به الدولار كيدا المسخ اما نزار طلعنا به الدولار كل ما زدتي طولتي في الضمين كتزيد تحفة تبعتي المحيا دوميس حيت لقيتي راسك بالحفة ما حرصتي تلاقى بالخاسر فضحتينا تحفة شويتي بالشعب الفاسي سبرت فاس ولات في محنة ابن عالي زواب نايس اولد سكول نايس نزار يطلعنا به الدولار كيدا المسخ كل ما زدتي طولتي في الضمين كتزيد تحفة تبعتي المحيا دوميس حيت لقيتي راسك بالحفة ما حرصتي تلاقى بالخاسر فضحتينا تحفة شويتي بالشعب الفاسي سبرت فاس ولات في محنة ابن عالي زواب باع وشرب سيبتو باش يداوى حاشا واش شكون فاسي مخي بزاف عليك رقاوة كملت الحزقة الفيضان هو لا حجري قام وليتي ديبلومي في تكلبين بقات غير الوساب درتي بسولتك الطريق قلشتي رجليك وصبرتي الحريق فانطا خشيتيها وقت الضيق مالك ما بغيتيش فانطا اللي ما كيعرفش انه كلاش اللي لاحق ليلاح يوسف راه سميتو فانطا شعير متملق قفصانتك في صالة ديال البيطريق بقيتي كتزحف كتزحف حتى طحتي في نفق عميق بالسيليسيون فختيش العقل ما قلتي لنا شحال هزيتي من الراقم قلبتي على الملولي انت خشيتي تهلا حلاقم الوصف عندي في البرية ما بغيتش اول مرة نسمع ليريكس هو لي بونش لاين ناضين قسما بالله عندي هشام ملولي اول مرة نسمع شي ليريكس ناضين هي البرود شوية ما زاكياش فهمتيني برودوي سويا ما زاكيز بحال واقيلا لانستري اللي سبق ولا هشام اللي زربان وحده منهم. مهم لي بونش لاين ولي ليكس كاينين او دايشان شي جبت لك اسيا احترمتها حيت وليا غنهرس لك داك الفم الخنز الضحيه شكون اسيا زيت من الراقم قلبتي على الملولي انت خشيتي تهلا حلاقم دواسك عندي في البريه ما بغيتش جبت لك اسيا احترمتها شكون هاد اسيا حيت وليا غنهرس لك داك الفم الخنز الضحيه كي جاك الراب بهاد الختوريه راش الطابه فوق جوج خطبان المغرب كامل عارف كتفطر رمضان تركاتك كامل عامرين سبان الكجام ديال الله يحسن العوان بقيت كاينه 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 اكثر حيت الكلاش اللي حسميتو فيه السبان بزاف في الباب ديال المسيح الدجال لعب معاك سولو وسط الشباب بيض وزعاعر ناقش الجبان قريب السنان كمارة غير ديال التفاخ ولدتي ولدك ومازال ما بغيتي ترجل كون ما درتش بوجه الغالية فاس كون درت لك النكاح وسط بيت الناس ميكرو بلا فورما لا فصال لا ساس ما قدرتش فانطا غنجلسك على والماس ربعة والخمسة وميكراب هادي شاب وميكراب ما قدرتكش فانطا نجلسك على والماس ومسخار كل ما درتش بوجه الغالية فاس كون درت لك النكاح وسط بيت الناس ميكرو بلا فورما لا فصال لا ساس ما قدرتش فانطا غنجلسك على والماس ما قدرتكش فانطا نجلسك على والماس نايس ربعة والخمسة ما لعبينش سبيتي ملوني والله ما غتعيش شعر فيه لاكريس في صغرك كامل دوزتي تسخر الكانيش براسك في الدومين بحال العريبة اللي كتمشي بدرمين الشمكار اللي كيمين اليوم السوا ديالك معايا غتسيل غتسيل مزيان ديال الطرش غنطرطق عليك البالون ماشي البارود بلاصتك مع الهريبات ديال ال سعود من النهار الاول شميت فيك ريحه الشدود غتشوف القوادة طحتي مع كوموندون ديال الجنود شمكار وشفار مخبع في ارتيست في عيل ديال اليهود
هشام هشام بزاف فترة كتحس بيه بحال ولا دابا كيجي يسجل في الراب زعما يسجل ولا كيجي عادي. التراكات اللي قبل تاع هشام ملي كنت كنحس بيه بحال كان مخلوع كيخوت وتي فهمتيني تي بحال داك تاع غلادياتور وتي فهمتيني واحد الانيرجي دابا عرفتيني مرخي ومع ذلك كلاش فهمتيني. هنا عجبني فيها هشام والله ودا هشام الا راك غادي كاينين شي ناس كيقولوا في لي كومونتير الحاس والله سيدي راك غادي في الراب صراحه شي بونش لاينات وليتي دابا غادي تزاد المستوى باش نجيك من الاخر ديال الجنود شنكر وشفار مخبع في ارتيست عايل ديال اليهود ميكرو قال لك ملك الطنس هو ملك الخنز تحتي مع ملك القرز واسع نقول لك حاجه واحده من هادشي كامل كتبقى فيا غير مرتك اللي عايشه مع واحد تامن هي هادي دابا راه مختصره لك كلشي مختصره الديستراك كامل نجي نقول لك شي حاجه من الاخر شي كامل كتبقى فيا غير مرتك كتبقى فيا غير مرتك اللي عايشه مع واحد تامن ما سبيتلكش العائله والاصول وشنو هي مرتو راه عائلتو هذيك وديك اسيه راه عائلتو لكن المرة الجاية أشوف معايا النكاح بجميع الفصول ضرب تقوى كوير ضرب تقوى ضرب تقوى دود نايس 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 جيم اوفر الله يلا كاين ودي هشام لي بونش لاين تاع اليوم ناضيين والمقصود في هاد التراك في الديستراك في هاد الديستراك اللي هشام اللي راه باين يوسف 14-5 فهمتيني 45 يوسف كراون 5 المهم هكا كانت الرياكشن تاعنا على التراك تاع هشام اللي سميتو يا الشمكار ايكريك الشمكار زعما راه يوسف لك حتى المره كتمنى انك تهبط لتحت تفرج على ما تسبسكرايب دير داك الجرس باش تكون اوايل كتشوف فيديو الدريسوسي ما تخرجش عاد لايك وشي كومونتير زوين وكيف ما العاده البابا تساوليو له ما بقى لينا والو نضربو 2000 الدراري يتوب.